إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم أنقذ أحوال المسلمين وأصحها في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين والأرامل والمساكين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسر العظام لحما بعد الموت، نسألك اللهم أن تغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، في هذا المكان المبارك، وفي هذا الجمع المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا باطلا إلا دحرته، ولا داعيا إلى هداك إلا سددته وأعنته، ولا محتسبا إلا وفقته، ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كشمير على الوثنيين الحاقدين، وانصرهم في الشيشان يا حي يا قيوم. اللهم عجل بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم يا حي يا قيوم. اللهم فرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع قلوب القادة الأفغان وفي الصومال على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين، ومن عدوان المعتدين، ومن حقد الحاقدين، ومن الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين، ولسنة نبيك متبعين، ولأوليائك ناصرين. اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم عطفهم على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا، وعملا فريدا، ورأيا سديدا، ونسلكا رشيدا. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم زدهم من الخير والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي عهده ونائبه الثاني وسائر أمرائنا وعلمائنا ووزرائنا وقضاتنا ودعاتنا وأهل الخير فينا ونحن جميعا يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا إلى ما فيه عز الإسلام وإلى ما فيه صلاح المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى عالي جناتك يا رب العالمين. اللهم اشملنا بعفوك وإحسانك إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب
اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام.